مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وقصة جديدة من واقع المجتمع المغربي. احنا الآن كنتواجدوا مع هاد المواطن المغربي البيضاوي ولد مدينة الدار البيضاء، واللي غيحكي لنا اليوم القصة ديالو وغيحكي لنا المشكل اللي كيعاني منه، واللي واحد المشكل اللي معروف، يعني الناس بزاف كيعرفوا الفوبيا، كنسمعوا بالفوبيا او الرهاب. كاين كل واحد فاش كتجي ديك الفوبيا، كاين اللي كيخاف من الاماكن المغلقه، كاين اللي كيخاف من الحيوانات، كاين اللي كل واحد مناش عنده الفوبيا، كاين اللي مثلا كيطلع لاسانسور ما يقدرش يطلع ليه، كاين اللي عندهم الطيارات، كل واحد وكيفاش عنده هاد الفوبيا. السيد اللي قدامنا الان عنده رهاب الخلاء او بما يعرف اغورافوبيا، اغورافوبيا اللي كيعاني منه هذه مده ديال 28 سنه. من اواخر سنه 92 جاو المشاكل. غادي يحكي لنا بالضبط اشنو هو المشكل ديالو وكيفاش وصل لهذا النيفو، لانه السيد ما تيخرجش من دارو، تيخاف يمشي حتى للسبيطار. هو ولد مدينه الدار البيضاء، وحسب ما حكى لنا انه مسجد الحسن الثاني اللي هو قريب ليه ما عمره مشى شافه. تمشي ليه بوالي، خصني نكون تحت التاثير ديال المخ ديالو، يكونوا معايا الناس، انا مستحيل نمشي. واخا قرب لهذاك الميكرو وشرح لنا. بعدا الحمد لله مزيان انك حاولتي، عرفتي راسك انك راه مزيان الواحد كيعرف راسو انه مريض. وي مزيان مزيان تعرف الواحد ينسى راسو مريض، راه كما تيقولوا نصف العلاج، وياخذ المبادره باش يمشي يتابع. الخيبه هي الواحد يبقى رافض، ما ماشي حل، ماشي حل. الخيبه هي ان الواحد هو كيكون عنده مريض وما كيعرفش راسو. كاين ناس بزاف عندهم امراض نفسيه، بون انا زعما هذا المرض اللي عندي من امراض نفسيه، محسوب مرض نفسي. بزاف الناس عندهم امراض نفسيه وتيرفضوا. انا قريت شي شويه كتبه ديال علم النفس، قريت تقريبا كاع الكتبه ديال فرويد، وعندي ديال ايا، وكنت نتصل بناس تنهضر معاهم تنقول له ودي خصك مساعده، تيقول لك لا ما انا هو هذاك، انا هو هذاك. فنهضر المشكل عندي. واخا نبداو الاول. السلام عليكم، هذا شو سميتك؟ سميتي منير زوانات، 52 سنه، مواليد مدينه الدار البيضاء. عاود لينا في الاول اللي وقعت واحد الحادثه تسير، هي ملي كنت طفل كنا العائله مجموعين في السياره، غادي نتعرضوا لحادثه تسير، غادي توفى فيها الوالد الله يرحمه، الله يرحم الجميع. الوالده غادا تمشي كوما شهرين، كانت السيده تتسخر في الدار غادا تموت الله يرحمها حتى هي، وكانت جدات الوالد معنا غتمشي حتى هي كوما. انا بقيت حاصل وسطهم في سن وانا عندي 4 سنين. بون هذا المشكل راه لابد ما يخلق ازمات نفسيه وهذا. المهم كانوا عندي مشاكل نفسيه في صغري، ولكن داكشي كان متجاوز، ما نقولش كانت العائله حاضنه هنا وهذا، واخا مات الوالد وهذا. العائله احسن ما اي انسان يتمنى تكون عنده عائلتي، باستثناء واحد جوج نماذج وهذا، اما لا جدي ولا جده ولا خالي ولا خالتي ولا هذا، كنا مفشين ما خاصنا خير، ساكنين فيلا، ساكنين هذا، ماشي هذا هو المشكل. وكنت نقرا مزيان وكنت ما كاينش مشكل من هذه الناحيه. عائله انت ولد عائله ميسوره؟ نسبيا ناس ميسورين، كاين جدودي كانوا ناس ميسورين وهذا. كنت عايش في الفيلا؟ كنا عايشين في الفيلا، كانت الفيلا من هذوك الفلوس تاع لاسيغونس، كان خالي الله يخلي لي صحيحته اختار على جده على مو هو، باش الفلوس ديال لاسيغونس النص يتشاركوا هو وجده في فيلا، وتبقى الفيلا جامعة شمت العائله حنا عايشين، ويجيو جدودي من عندهم فيرما في البلاد، مجموعه كلشي كان مجموع العائله، كان داكشي ممتاز جميل جميل جدا. زعما طفوله واخا ما كانش الاب وكان ديك الازمه النفسيه اللي تمنى، ولكن كنت سعيد، كنت حاسس بالحمايه. ما بصراحه قال اي واحد يبغي يتمنى يكون ديك الطفوله اللي دوزت انا ولا خا الحرمان من الاب وهذا، ولكن ما حسيناش به، العائله كانت طايره بينا محيطه بنا. شنو وقع؟ قريتي؟ قريت، كنت نقرا مزيان، كنقرا مزيان، كان عندي نقاط سيرتو في الرياضيات والفيزياء، موهبه من عند الله، ما كنتش كندير مجهود كثير باش نجيب 17 18. قريت انا في كوليج بن بطوطه، كان معروف كوليج، انا كنت من الناس الممتازين في الرياضيات، وكنت نتريني، كنت نجيب النقطه الاولى في الرياضه، النقطه ما كانش مشكل فيه. ايوا غادي بقيت تنقرا حتى الباك، نيفو باك، وكنت نقرا مزيان وخرجت، كنت بغيت ندير استوار عقل صغور وهذا
المهم بغيت ندوز الكونكور ديال الاستواء، وقعت واحد الضر فاكمون ديال كونتر طون على حساب لو كونكور، وغادي نخدم في المطار، وملي غنخدم في المطار تما غنشوف بان الاستواء وهذا زعما لا جيستيون دو برودكسيون اوبسيون تدبير الانتاج. وقعوا مشاكل هذا، كنا ناوي نمشي لكندا نكمل باش ناخذ ديبلوم ديال انجينير، ناخذ ليكيفالونس. ايوا تما فينا فين غتبدا لافوبي، بدا لافوبي كيما سمعنا، ما كنتش تنعرف هذاك الشيء، بداني في 92 داك الشيء ما تيتصورش، اللي كنت تنحس به قلبي تيبغي كنخرج لشي بلايص خاليين، النفس تتقطع القلب كيدورني لواحد الدرجه ما تتصورش. انا عن طبيب القلب، انا عن طبيب ديال البنومولوج، نمشي نشوف الزدر كلهم تيقولوا لي انت ما عندك والو، انت راه قلبك صحيح، صدرك عندك ان كور داتليت، عندك ان بومون داتليت، كنت كنتريني بزاف. المهم نهاريت وانا ما عارفش شنو المشكل اللي عندي، مشكل الصحه ما عارفش اش عندي، وليت نتمنى نمشي عند الطبيب يقول لي عندك الكونسير، غير نتفيكس نعرف بان عندي مالادي وعندها ان تريتمون معين ونتبعو. بقيت حتى واحد الطبيب اللي ثلاثه تعاود تطلع قال لي ما عندك والو، ما عندك والو كاع زادي لي زاناليز و لي تيست و كل شيء، داكشي قال لي ما عندك حتى شي حاجه. هو يصيفطني عند ان بسيكياتر، صيفطني عند ان بسيكياتر، عاودت على الاعراض ديالي، وكنت ديما تهز معايا قرعه الماء، عرف بان عندي، قال لي راك عندك واحد الفينومين، واحد ان تخوبل كيتسمى لاغورافوبي، رهاب الخلع. رهاب الخلع، من تما خرج لي ان كالمون، هذا تفيكسيت، عرفت راسي بانني غادي نعيش بحال في حبس، ما غاديش نقدر نخرج للبلايص الخاليين، البلايص اللي الناس فيها مجموعه، البلايص بزاف الاماكن مستحيل نمشي ليهم، غادي نمشي ليهم، فغادا تقد تبان لكم الناس بيزار، تقد تبان لكم داكشي، ولكن نمشي راه الله يرحم، يعني غادي نحس بالقزجان والجير، ورجليا غادي يفشلوا، ما غاديش نبقى نزيد، وغادي نقد نموت خايبه خبيته بزاف، نتجيف، ما كنقدش نبقى حتى نهضر باش نقول بنادم نطلب منه المساعده، وهذا وليت عايش في واحد الحبس. باش نعطيكم درجه، اشمن درجه، نعطيكم فكره على اشمن درجه تقسحت بزاف، هو في ظرف 4 شهور غتمشي مني 30 كيلو ديال بالخلعة. هذا انا ديك الساعه كنت كندير رياضه قبل ما يجيني هذا الشيء في صغري، وهذا كنت كندير رياضه بزاف، جات واحد الوقت كنت ندير ثلاثه الرياضات في خطره واحده، كنت ندير لا ميسكولاسيون لا بوكس لا ناتاسيون، كان في الوزن ديالي 102 كيلو. الوغ في الحده ديال داك لافوبي في 95 في 94 بالضبط، في الصيف ديال 94 مشات مني 30 كيلو في داك 4 شهور. كنت كنتي غادي تسال كندا دير مهندس؟ كنت باغي نكمل ناخذ ديبلوم ديال تكنيسيان سوبيريور، وهي المدرسه اللي كنت نقرا فيها مدرسه كنديه كوليج لاسال، وكنت ناوي باش نمشي لكندا نكمل تما وناخذ ليكيفالونس ديال انجينيور، وكنت نوجد، كنت هنا في المقيد في لو سونتر كولتورال فرونسي وفي لا بيبليوتيك ديال المركز الثقافي، اما لو سونتر الامريكان جروث سنتر دار امريكا، كنت نوجد، قلت الا جاتني الوقت في لا زون فرانكوفون غتكون عندي فرنساويه مزيانه، ولا جاتني الوقت في لا زون انجلوفون غتكون نهضر بالانجليزيه مزيان. سالا عادية كنت نوجد اللغه، اللغه ضروريه تمشي للبلاد اخرى راه لابد من اللغه. المهم ما خدمتش بسبب هذا المشكل هذا سنين، وانا بارك في هذا. ما حاولتيش انك تداوي المشكل من الله؟ المشكل ملي غنبدا ما عرفتوش كيفاش غادي نبدا. يعني كنتو عائله ميسوره، يعني كان ديك الساعه ممكن انك هو كاين موضوع انا غادي ما كنتش باغي نتطرق ليه، ولكن غنهضر عليه، لان كاين واحد السيد هو اللي جا نصب علينا، حنا كنا بعنا الفيلا وجدها خات حقها، وحنا خدنا حق الوالده خات حقها، وخدينا ابارتمون، بقى واحد الطرف تاع الفلوس كنت باغي ندير به واحد جوج المشاريع صغيره للعائله باش يكون دخل، انا الكبير في العائله، حنا جوج خوت انا اكبر منه، كنت باغي ندير جوج مشاريع، واحد سال دو جو كنت ندير لا سيريغرافي، لان انا كنت في الدومين ديال لا كونفيكسيون، بغيت نبدا بلا سيريغرافي وانا باقي تنقرا، وبغيت دوك الفلوس نتعالج من واحد المرض كنت ديجا حسيت به في 89 وتحبس عليا العلاج. هاد المرض النفسي تاثير ديال دوك المشاكل ديال الصدمه وديال المشاكل الاخرى تيتسمى لا ديبيرسوناليزاسيون ولا لا ديرياليزاسيون.
انا كنت نقرا كتبه بزاف، ومن المسائل اللي فهمت هو ان لا ديرياليزاسيون لا دي بيرسوناليزاسيون الا ما تعالجات في وقتها كتقد تعطي الفلوس اللي بقاو ملي شينا لابارتمون. كنت باغي نتبع العلاج لان كنت حاس براسي سافا با، واخا كنت نهضر كنت سوسيابل كنتريني كنقرا خدام، ما عندي مشكل الضحك وهذا ما كانش زعما شي مشكل من نوع خاص من هذاك الشيء عايشو انا في نفسي كيأثر عليا. كنت باغي نتعالج واحد السيد من العائله ولد خالتي، وانا دابا ناوي نتابعو ناوي كون كانت عندي الصحه ما عنديش هاد المشاكل كنت مشيت تفانت مالي انا ضمر لي حياتي بكا ليا امي. المهم هضره كثيره من داكشي، وهو راه ولد خالتي وكنتمنى الله يشافيني ونقد هذا باش نمشي ناخذ حقي امام الله ندير فيه ما بغيت، لان انسان ندل كلب كان تيجي عندنا الفيلا كان هذا واستغل الضعف ديال امي وجا دخلها في واحد البيعه والشرية اللي دارتنا لا فايت ومشات لابارتمون، هو كان غادي للحبس انا عارف القصه. يعني نصب عليكم؟ نصب على امي وخويا، اما انا ما يدوزاش عليا. اخ ديالك دابا باقا عندك مع العلاقه؟ باقا عندي مع العلاقه، انا مضطر ندير العلاقه مع خويا لان على قبل عنده جوج بنيات بحال بناتي عزاز عليا بزاف 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 عينيا ملي كانوا صغار وانا تنقريهم وتنبقى نخرج معهم وهذا. المهم ملي جا نصب علينا ما مشى الفلوس باش نمشي لكندا، مشاو الفلوس باش ندير المشروع، مشاو الفلوس باش نتعالج. بزات ازمه هي بدي تجيني هاد الحالات اللي سماوها الاطباء لاغوغافوبي رهاب الخلاء. كنجيب دابا انا تنهضر معكم عندي مرض اخر غيبدا الاعراض دابا مع توتر شي شويه غادي ندير. المهم غادي نوليو اوبليجي باش نبيعو الدار وغادي نعيش مع جده. جدة اللي كانت مشاركة معنا في الفيلا أنا كنت بحال ولدة عايش في الشوش تام. المشكل هو فاش غادا توفى جدة غتكون دار الوراثة خصني نخرج ديك الساعة. تكرفست بزاف لأنني ما تنقدش نخدم ما تنقد ندير والو، نهير عصبي على نهير عصبي، وما عنديش كانوش عندي فلوس حتى باش نمشي نشوف الطبيب ولا نتعالج ولا هذا. كنت عايش عند واحد صاحبي الله يجازيه بالخير في دارهم هو ولا عائلته ولا ولاد عمو الله يجازيهم ألف خير. لدرجة انني كنت شي وقت باش ناكل خصني نمشي، ما كنتش كنرضى انا كابر في العز وكابر هذا ما عندي لا ريال. كنت نلقى يومين بالجوع يومين هذا اللي كنت تلقى موجود عند صاحبي وهذا هو نشرب قهوة ندير هذا، ولكن علاش مشيت تقول للناس عطيني صعيبة. لدرجة نهاريت واحد الانهيار ما تيتصورش، تمشى لي الكبرياء والنخوة ديالي، وليت كنمشي عند الناس نقول هذا عطيني خويا دبر عليا ب10 دراهم دبر. الناس ما عارفينش بان انا عندي اللي تيخليني ندير داكشي هو عندي اكراه كبير اللي هي هاد لافوبي ما تخلينيش نخدم، اما عندي كفاءات كبيره نعرف ندير بزاف د الحوايج علاش ونجيب راسي. ما تقدرش دير بلاصه برا هاد السيكتور هذا؟ دابا انا قبل هاد 3 سنين الاخر نهاريت بالمفيد لانني ديفلوبا ولا عندي مرض اخر جوج امراض اخرين زادوا كملوا عليا. دابا انا بغيت نمشي غير الطلب انا اللي كنطلب هو باش نقد انا خصني لا بد من متابعه امراض ماشي من الفوبيا هذيك بوحدها علاج ديالها بوحدو ما عرفتوش كيفاش غيكون. هما هاد الامراض هاد شوفوا الاعراض ديالهم نقد نبقى نهضر عليكم حتى الغدا. انا باش نقد نوصل للسبيطار ولا نتابع خصني نمشي تحت تاثير مخدر، نمشي في امبيلونس ونمشي ونبرك في السبيطار لانني ما غاديش نقد نخرج. ودابا خصني نبقى ديما نبقى متكي ونهضر مع الاطباء ويديروا التشخيص ديال هذا المرض اللي هلكني اللي كيخليني انا كيبدا يعوج ليا كل شيء صدري ظهري انا عينيا ما كيبداو يحوالو كيبداو يدورو تحت داكشي ما تيتصورش الاعراض ما كتقاداش. دابا ملي غنسالي الهضره وهذا غادي تسمحوا لي على الكلمه غادي نتنشر ما نبقاش نقد صبعي الصغير ما نبقاش نحركو. كيما نحركو كنحس بواحد الشهقه وكنحس بقلبي تيضرني كالموت تنحس بها تزيف لي حلقي تنبدا نطلب الله تنقول له يا ربي موت رحيمه دي الامانه. درت 3 محاولات انتحار في 3 سنين الاخرى باش ما نوصلش لهاد الحاله لان كتشدني حاله رعب ما تتصورش. وكنبدا نحس بشي حاجه هنا كنبدا تدخل وكتجي لي القرصوطه ديالي وتقجني ما باغيش نموت. هذا درت 3 محاولات انتحار، خديت دي دوز ما تيتصوروش ديال الدواء، دي دوز مرتي دي دوز اللي زعما جرعات كبيره اللي تقتل. ما متش ما عرفتش كيفاش ما متش. هو
قصة كبيرة كثيرة وهذا سنين ديال المعاناة. ما تزوجتي ما قدرتي يعني ما خلاك دير العلاقات. لا مستحيل تزوج مستحيل كيفاش انسان غادي يتزوج وهو ما خدام ما والو. لا ذاك الوقت يعني ما كانش عندك شي فكرتي كانت عندك شي علاقة كنتي كتعرف شي وي عرفت كنت نعرف واحد البنت كنت نعرفها كانت عند علاقه حب عرفتها في اواخر 95 كانت بنت ممتازه ظريفه كانت علاقه حب كبيره ولكن باش غادي نتزوج ولا نتقدم ليها ولا مستحيل نخدم اولا ما بقيتش نخدم بعد لافوبي ما نخدم واحد الوقت وليت شويه لاباس نقدر نخدم في وسط المدينه نخدم في هذا من بعد غادي نخدم في لا زون اندستريال وليت شويه لاباس ولكن كاين مشكل اخر هو باش نتحمل المسؤوليه راه ما نقدرش نخرج في الصباح الى الدنيا خاويه ما نقدرش نخرج بالليل مستحيل رمضان نكون خدام غنحبس الخدمه في رمضان لان الدنيا خاويه ما الور غادي نتزوج مسؤوليه كبيره وانا ما غاديش نرضى ما نقدرش على المسؤوليه غادي تزيدني ازمه اخرى وتزيدني مشاكل دونك بقيت عايش الوعره هي هضره الناس انسان ما ساوي والو مساوي حتى حاجه قدامي لان داك الشيء اللي داروا الرجال انا درته في 70 انا كبرت يتيم عندي 4 سنين كنت بارع في القرايه في الرياضه ما تبديت ما والو كانوا لنا العيالات في الدار تيقولوا لولادهم تصاحبوا مع منير كنت كما باقيين دابا صحابي تنتصل بهم دابا كاينين ما شاء الله في اوروبا في الولايات المتحده في كندا كنتصل بهم في عبر الفيسبوك تيقول لي كنت انت الموديل ديالنا فكيفاش غادي نسمع ناس مساوي حتى زفت ما داروا حتى محاوله باش يزيدوا في حياتهم ولا يطوروا وينميوا نفسهم ولا ينميوا غير الاخلاق ديالهم بلا ما نقولوا حنا ندخلوا في الديفلوبمون دو سوا ولا كسروا الاناء ولا ذوك المسائل اللي هي كبيره عليهم دوغدو سبيريتويال اللي ما غاديش يفهموا فيها يهضروا ويقولوا عليا انا سمعت ما باغيش نخدم كنمثل باش ناخذ الفلوس من عندنا هادشي كاع كله تا هو زاد الزم عليا وزاد مرضني في نفسي وانا تنبقى نمرض في نفسي وتندير ما كاين والو. خويا منير عندك واحد لونتوراج ما كتفوتوش الدار القهوه. دابا الدار القهوة هادي عايش في حبس صافي نهاريت انا كومبليتمون انا زعما ما الا لقيت شي حاجة نموت بها شي حاجة سهلة تخدير لي شي موتة رحمة راني غنقول بسم الله ونقول له يا ربي انت مطالع بكل شيء ماشي كفر انا مآمن ولكن راه لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن ما خصكش تكون هكا خويا منير انت انسان قاري واعي ما غاديش نوريك راك انت غتوريني انا تبارك الله انسان واعي وقاري ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وعارف راسك انك مريضه دوك كما قلتي نفس العلاج علاش تبغي توضع لا ما بقاش غير في لاغوفوبي كما قلت لك الوقت المرض هو هاد المسائل اللي جاوني فاش انا حاولت نعالج نفسي بنفسي ربما هما اعراض ديال هاد لاغوفوبي لا ماشي اعراض ديال لاغوفوبي ماشي اعراض لاغوفوبي انا حاولت نعالج نفسي بنفسي كنت ندير تنويم مغناطيسي راسي ولا كلشي كان بخير قلت زعما غادي نتجاوز على حسب ما فهمت زعما شنو هي علم النفس شنو المرض النفسي شنو هي الاصابه اشنا هي لا نيرغوز ولكن ما تسمى باللغه العربيه خاصه من بعد نحطوا رقم الهاتف ديالو ما تنقولوا باللغه العربيه العصاب ملي حاولت كنت ندير وليت شويه بخير ماشي من لافوبي من مشاكل اخرى اللي ديفلوبات وليت لدرجه ان واحد القوه ولات عندي في الجسد ما تتصور داكشي انا ما فهمتش التفسير ديالو ولكن اللحظه اللي بغيت ندخل لو سوفونير ديال لاكسيدون ديك اللحظة اللي كنت انا حاصل وسط الطوموبيله وسط الوالد وهذا بغيت ندخل باش نطلع لو سوفونير كوم سان دي باسي لان هذا هو العلاج النفسي كما جزء من العلاج النفسي ملي حاولت نفرض دوك ليماج اللي كانت عندي بدات عيني كدور وكتهواج بدا هذا كيهواج ليا وداك الشيء كان بحال تقول صراع داخلي ولا فتات المهم داك الشيء ديفلوب بالدرجه ما تتصورش دابا انا لا كولون فيرتيبرال ديالي تتهواج عن قرتي كتعواش كتشوفوا هادشي اللي كتشوفوا هذا يعني جزء بسيط هاد الكتف هذا كيزيد القدام لي دورسو كنحس بهم تيدخلوا هنا جيت الكلافيكول كيدخل هنا كنحس بالعنقر ديالي تدور كتهبطني بواحد الدرجه ما تصورش لي هونج ديالي تيعواج وكنبغي نزيد القدام تنحس بشي حاجه تتجرني اللور وكندان التيره وداكشي كثير 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 والخطير الخيف هادشي كاع كله بزاف هو الجياف والاختناق وهذا انا راه اي مجهود بسيط وليت دابا كندير اي مجهود بسيط كنحس بشي حاجه هنا تتير عليا هنا تدور وكيبقى الفم بلا مشوار كتهبط وهذا وكنبقى نتنفس غير من فمي وكنبقى غير هكا داير
ما نقدرش ندير حتى حاجه. غادي تشد حتى شي مجهود، غادي ندير المجهود غنحس بشي حاجه كدور هنا، النفس كتقطع الروح كنحس بها، غادي تخرج داكشي وكنعيش كل نهار. انا عايش بوحدي، غنكون غير متكي باش نوض نهز قرعه الماء ولا يدق عليا شي واحد باش نوض نحل. راه بحال لا درت مجهود ما تتصورش، وكتسحب ليا هاد البلاصه هنا، وكنحس بشي حاجه كدور داكشي داكشي كثير كثير. هادشي اخويا هو كيزيدك اخويا منير، انك عايش بوحدك، انك في هاد الغرفه من بعد ما كنتي مثلا في فيلا في ابارتمون. هو نعم الاخت، صعيب شويه الانسان تيكون في واحد المستوى ويطيح، ولكن راه متجاوز هادشي كاع كله، والله العظيم لا بالنسبه لي انا متجاوز. ولكن هاد شنو الرساله ديالك اخويا منير اللي بغيتي توجه؟ الرساله اللي باغي نوجه هو بغيت ندخل للسبيطار باش يتم التشخيص ديال هاد المرض هذا اللي عندي. الوغ باش ندخل للسبيطار راه خصني نمشي تحت التاثير ديال المخدر، يكونوا الناس حدايا، وان الناس في السبيطار يعرفوا بان راه حاله خطيره، راه غير بقيت في الكولوار بوحدي راه نقد تشدني داك روها بالخلاء، ندير نضرب راسي مع الحيط ولا نتلاح ولا داكشي كيجي من الشرح. خص يكون معايا شي واحد ونكون تحت رعايه ونكون نقي، خصني لابد منعوم. انا ما تنقدش نعوم دابا، انا شهرين ما عامش، ما نقدش نعوم باش نسخن السطر وباش نبرك وباش داكشي. انا الرساله اللي كنطلب هو الاخصائيين غادي يفهموا بهادشي. انا باش نوصل للسبيطار هذا الطلب، انا ما تنطلب لا فلوس ما تنطلب حتى شي حاجه، بغيت غير تساعدوني نمشي في امبيلونس تحت التاثير ديال المخدر، وقبل ما نوصل ان الطبيب اللي غادي يشوفني ولا هذا تكون عنده فكره مسبقه، وباش نرتاح واحد النهار الناس في السبيطار. وديك الساعه نبقى ناخذ دوك مضاد القلقه نوكسيوليتيك ولا نوتخ، الطبيب هو اللي يحكم. اخت اريج، بعض الناس انا كيكتبوا لينا هذا يمكن مسكون خاصو رقيه شرعيه، هذا خاصو راه كاين الرهاب، كاين اللي فوبي، كاين واحد الامراض اللي هي فوبيات من بزاف الحوايج. كاين عنده فوبيا من الاماكن العاليه كما سبقنا واشرنا، كاين اللي عنده فوبيا من الاماكن المغلقه، كاين اللي عنده فوبيا من الحيوانات، كاين اللي عنده، ومنير عنده رهاب الخلاء اغورافوبيا، هذا هو المرض اللي عنده، العلاج ديالو راه كاين بكل تاكيد، غير هو كل ما طال هذا المرض كيولي العلاج ديالو عنده واحد الصعوبه اكثر. ولكن الحمد لله ان منير عارف راسو انه مريض، وكنعاودو نقولوها بان ملي كتعرف راسك مريض راه هو نصف العلاج. كنتمناو ليه الشفاء ان شاء الله. منير الا ركبك شي واحد وداك هو السبيطار؟ لا لا، مستحيل. ديناك مثلا حنا جوج ولا ثلاثه؟ لا لا، مستحيل اختي. دابا كما قلت لك انا ما غاديش نهرب من هذا. وبلا السبيطار الا مشينا مثلا قلنا لك يلاه معنا غير انت قلتي مسجد الحسن الثاني اللي قريب لك ما عمرك شفته. اختي اختي تعطيني ملاير الدنيا، راه والله ما نزيد معك 300 متر، لان الا زدت انا ما كرهتش، انا الناس اللي غادي يعاونوني يشوفوا واش غادي يقد يوقع بعينهم. غير حاجه وحده، راهم غادي يعرضوني لواحد الخطر ديال الموسى ما تتصورش. يقولوا انا خاصو رقيه شرعيه ولا، ونعم بالله رانا داكشي اللي قريته الكتبه راه ما تصوروش الناس اللي غادي نتوما توريوني. راه جربت رقيه شرعيه، مشيت درت خاطر الناس وخاطر داكشي كاع كله، ونعم بالله. ولكن كاين العلم، كاين العلم. راه هذا اللي غادي يقول عليا رقيه شرعيه، راه غنهضر معاه ندي معاه ونجي في الهضره وغادي نعرف حياته، هذا راه غنقول له دار كتعاني من واحد المرض نفسي، وندير ديال التشخيص النفسي موهبه من عند الله، عطاني الذكاء وقريت على داكشي، عالجت ناس وساعدت ناس. ولكن هذا الفوبي راه ماشي اصابه نقولوا حنا اللي كبيره. محمد عبد الوهاب كانت عنده لافوبي د لافيون وما منعاتوش باش يكون قمه ديال الموسيقى العالميه. ناس عندهم لا كلوستروفوبي، رهاب الاماكن الضيقه، ما تيطلعوش لاسونسور، ولكن تيتفادى لاسونسور كيطلع في الدروج وتيخدم وعايش حياته. انا راه باش نخرج نجيب غير هنا لافارماسي حدايا راه عندي مشكل. لافوبي راه ماشي اصابه عقليه كما كيقدروا يتسالوا ولا تكثروا الهضره ديال حقه، راه خاصو الرقيه الشرعيه ولا ما عرفتش خاصو ولا قرا القران ولا صلي، ونعم بالله والصلاه وداكشي كاع كله فوق راسنا، وانا مؤمن وما غنحتاج شي واحد يجي يوريني. عوذ بالله من هذا، ماشي كبر مني هذا، ولكن هذو اقتناعات علميه. سنين وانا عندي هذا المرض وجربت كل شيء، شفت الفوق. الا نجي نعاود لكم اشنو درت غادي تبقى وحالين فمكم، راه ما غاديش نتسنى انا واحد يوريني ولا يقول لي اشنو خاصك. واخا خويا منير، شحال الرقم ديال الهاتف ديالك؟ 06 89 58 17 49. انا كيما خويا منير، 06 89 58 17
49. شكرا لك خويا موني، شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي. هذا هو الرقم الهاتف ديال الاخ منير اللي بغى يتواصل معاه وبغى انه يساعده في العلاج، راه هذا هو الرقم ديالو. شكرا لك منير، استمتعنا بالجلوس معك. الله يحفظك، استمتعنا بالجلوس معك، تبارك الله عليك، انسان مثقف واعي. اللي بغيت نعرف هو الناس، انا ما تنفرش المال، ساعدوني غير باش نوصل للسبيطار ونبرك ويتم التشخيص. مساله ماشي شي طلب لي كبير ولا هذا، ان شاء الله. واحد لي بروفيسيونيل يعرفوا هادشي، ما يضربكوا لي واحد الشوكه باش نوصل. كنتمنى وكنتمنى ان شاء الله انك توصل للهدف ديالك وتشافى وترجع لحياتك الطبيعيه. وشكرا لك ايضا، شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي. شكرا لكم على الزياره والمجهود والديبلاطو عندي، والوضع انتم كتشوفوا ما عرضت عليكم تاع بالرتاع. مرحبا خويا، غير الجلوس معاك راه احسن من كل شيء.